السيدات والسادة رؤساء الوفود، السيد رئيس المؤتمر، أتقدم بخالص التهنئة والتحية والشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على الترتيب والتنظيم الجيد لمؤتمر الأطراف 28 وعلى حفاوة الاستقبال، كما أشكر أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي على كل ما بذلته من جهد لعقد هذا المؤتمر الهام. لقد انخرطت سوريا جديا في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي والحد من آثاره والتكيف معها. لقد حان الوقت للعمل الجاد لدفع العمل المناخي إلى الأمام وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات من خلال التحول في مجال الطاقة وإدارة استخدام الأراضي على نحو متكامل ومستدام، والتحول إلى نظم غذائية مستدامة، وتفعيل نظم الحد من الخسائر والأضرار والوفاء بالالتزامات. وإن توفير التمويل هو حجر الزاوية في العمل المناخي، إذ أن التخفيف والتكييف والتكيف والحد من الخسائر والأضرار وتكنولوجيا المناخ كلها تتطلب التمويل الكافي. الحضور الكريم، تعاني سوريا من آثار التغير المناخي، ويتجلى ذلك بتراجع الهطولات المطرية وتفاقم ظاهرة العواصف الغبارية وموجات الجفاف التي أدت إلى تفاقم مشكلة التصحر وحدوث خلل في توزيع الأمطار وحدوث الفيضانات المطرية الخاطفة والموجات الحارة. وما يزيد من حدة هذه الآثار ويضاعفها هو أثر الحرب الإرهابية على البيئة السورية، من ازدياد معدلات تلوث الهواء بنسبة كبيرة نتيجة للأعمال الإرهابية والاستيلاء على خطوط وآبار النفط وحرقها وتكرير النفط بالطرق البدائية في المناطق الخاضعة للاحتلال الأمريكي شمال شرق سوريا، وتسرب النفط إلى البيئة المحيطة وتلوث التربة وجزء من المياه السطحية والجوفية وحرق مساحات واسعة من الغابات. يضاف إلى ذلك انخفاض كمية المياه في نهر الفرات جراء إخلال دولة المنبع بالتزاماتها الدولية وعدم السماح بمرور الكميات المتفق عليها بموجب الاتفاقيات الدولية، إضافة لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل من اقتلاع للأشجار ودفن للنفايات الخطرة، مما يتسبب بتدهور البيئة في هذه المنطقة، وأنه انتهاك واضح للقوانين الدولية. إنما يزيد من حدة هذه الآثار الضارة هو الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري لجهة نقص حوامل الطاقة، الذي يدفع بعض الناس إلى اللجوء إلى قطع الأشجار بهدف التدفئة وتوقف تنفيذ عدد كبير من المشاريع الممولة دولياً والهادفة إلى حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي. إن الجمهورية العربية السورية على الرغم من كل ما تقدم تابعت العمل والالتزام بإجراءات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي وإدماج البعد البيئي في خطط التنمية وإعادة الإعمار، والتزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال البيئة والتغير المناخي. فقد تم اعتماد وثيقة المساهمات المحددة وطنياً وضمن الالتزامات اتجاه اتفاق باريس وتقوم بتحديثها، واعتماد البرنامج الوطني للتغيرات المناخية في سوريا وخطط التكيف مع التغير المناخي وإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، إضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الطاقات المتجددة. أتمنى لهذا المؤتمر الهام النجاح في أعماله، وشكراً لكم.